كابتن شفيع ناصو لاعب فريق صلاح الدين. تستمر البطولة العودة إلى مدينة السريكانية رأس العين في يومها الثالث، حيث يلاقي الفريق الأول بين صلاح الدين وفريق ميتان، ومباراة ثانية راح يلاقي بير نوح مع فريق شبيبة الحسكي. طبعا المباريات اليوم هي مباراة النصف، حيث الفريقان اللي يفوزون مباراة اليوم يلاقون مباراة الغد النهائية نفس التوقيت إن شاء الله. وهي البطولة الدعم لمدينة رأس العين لعودة إن شاء الله إلى مدينة رأس العين. عبود عبود.